بيبقى ارهاب، لكن هنا انفلات امني لا لن نسمح، وعندنا شرطه محترمه. انا بوريك الفيديو ده، شوفوا بيقتلوا الواد اهو، وخدوا الحاجه كلها ماشي. في 24 ساعه كانوا ممسوكين بالشنطه، كانوا ممسوكين بالشنطه. اللي هو مختار السيد مدير امن مطروح المحترم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذنا وسيادتك كل سنه حضرتك طيب يا فندم، وعام سعيد علينا جميعا وعلى المصريين، وان شاء الله من التقدم والامان الامان ان شاء الله. انا والله المداخله دي يا سياده اللي هو عشان اقدم لك الشكر الجزيل للمجهود اللي انت باذله انت ورجالك في مطروح، لان مطروح على الحدود الليبيه خد بالك. وبعدين الـ 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 الحادثة الأخيرة دي يا فندم يعني شيء محترم جدا، فعايزين بس نعرف التداعيات بس. هو ما فيش أي تداعيات، هي حادثة جنائية بحتة. بعض العيال يوم ما فيش حب يرتكبوا وقعة سرقة عادية، بس طبعا ظاهرة الإجرامي خطير جدا. كان في طوف امني متواجد في محيط العالمين اسم العالمين، في سوق في محل ذهب. تلاقى الطوف الامني الصوره هي يا فندم على الشاشه اهي بالذهب اهي. تمام تمام اتفضل. طوف امني الطوف اثناء تجوله، انا بس مش شايف الكاميرا، مش الكاميرا، انا بره المكتب في الشارع حاليا، بس انا بوضح لسيادتك ان الطوف امني كان سمع استغاثه من احد المواطنين الشرفاء من جار المجني عليه استغاث. اتلاقى هو كان صاحب محل كده بويات وحدايد جنب المجني عليه، اتلاقى المحل متوارب، فشك في الامر. دخل عليه وتلاقى العيال خارجين. وبعدين هو كان تقصير برضه من صاحب المحل يا فندم برضه، ان ما كانش في حد معلق واحد. هوضح لسيادتك، انا هوضح لسيادتك، لان طبعا في هو تقصير امني، يعني هو برضه المفروض ان هو ما يقفش واحد لوحده. الوضع الحالي يعني حضرتك، هم راقبوا المحل ودخلوا له الصبح ودخلوا له بالليل واختاروا الوقت المناسب. طبعا هو شهيد كده وربنا يتقبله في الجنه ان شاء الله، لكن هو قدر الله. لكن هو الامن كان متواجد في الشارع في طوف امني، سمع استغاثه من مواطن صاحب محل جنب المجني عليه استغاث، نادى على دخل لما عقب خروج الاولاد معاهم الشنطه ومعاهم الذهب، فدخل المحل تلقى المجني عليه جثه مسكاه على الارض. خرج تلقى الكول الامني استنجد بيهم، بالفعل تعقبوا الجناه كانوا ثلاثه، امكن ضبط واحد في لحظه الحادثه ومعاه الشنطة معاها الذهب معاهم السلاح، حاولوا يقاوم مسكوه وسيطروا عليه والسلاح المستخدم. وتوجيهات السيد الفاضل مجد اللي هو مجد عبد الغفار السيد الوزير يتم ضبط البناء في الحال. قامت مأموريات في البحيرة وأسيوط وتم تتبع البناء وضبطهم. الولد اللي في المحل يا فندم ده اتقتل فعلا؟ اللي في المحل ده مدير المحل، كان اشتغل في المحل اسمه محل الامير في العالمين العالمين. كان واقف في المحل لوحده، هم جولوا قبلها بيوم وشافوا المحل فاضي، هو بيخشوا له في الوقت ده، تعقبوا يعني انتظروا تراقبوا الموقف. طبعا قعدوا يراقبوه يراقبوه، وتلاقوا الوقت العصريه ما بيبقاش في حد، كان في ماتش، كان في مباراه كره قدم، وما فيش حد، كان كل الناس شارع فاضي. انتهزوا اللحظه ان ما فيش ناس ماشيه كتير في الشارع وهو واقف لوحده، زي ما حضرتك شايفين الفيديو في لو سيادتك شفته. طبعا شفت طبعا. ترقبوا الموقف، ان استغلوا ان هو واقف لوحده. قعد واحد قعد يراقب الطريق، واثنين والثلاثه بدأوا يخشوا لغايه ما انتهزوا الفرصه وارتكبوا الحادث. هو حادث بشع نظرا لخطورته الاجراميه. لقى طبعا الاهتمام من السيد الوزير شخصيا، توجيهاته، تم ضبط الجناء بالكامل، اعترفوا اعتراف تفصيلي، تقديمهم للمحكمه، وتم احالتهم محكمه لاجباز الجنايات ان شاء الله، وان شاء الله يتحكموا الحكم العادل عليهم ان شاء الله. سياده اللواء طبعا احنا بنشكرك على المجهود ده، بس سؤال اخير بالنسبه للعمليات على الحدود مع ليبيا،
طبعا بيقابلكم كلام كل يوم في مشاكل، مسيطرين على الموضوع ده ازاي يا فندم؟ يعني انا اقول لحضرتك حاجه، احنا محافظه مطروح محافظه امنه برجالها بعواقلها بشبابها بمواطنينها الشرفاء، ناس ناس وطنيين بيحبوا مصر بيحبوا بلدهم. احنا في ظل المنظومه دي القوات المسلحه والشرطه بتتعاون معاهم لحفظ الامن. احنا عارفك سعادتك عارف والمشاهدين يعرفوا ان محافظه مطروح محافظه كبيره جدا، تعتبر ثلث محافظه مصر، لها مع الحدود مع خمس محافظات ومحدودنا مع جارتنا الليبيه. في سيطره تامه، نطمن حضرتك ونطمن الساده المستمعين وشعب مصر ان احنا سهرانين ومع رجال القوات المسلحه 24 على طول مدار اليوم، ومصر ان شاء الله محفوظه باهلها وناسها، وبخص محافظه مطروح واهلها الطيبين، في العواقل والشيوخ والقبائل ما زالت فيها الترابط وهي محفوظه باهلها. احنا بنتعاون في ظل المنظومه دي، وان شاء الله مصر محفوظه، وفي تنسيق دائم ومستمر مع كافه الاجهزه الشعبيه والمحليه ومع السيد محمد. وفي تعاون طبعا، في تنسيق تام مع القوات المسلحه يا فندم. ده طبعا ده جناح، ده حصن مصر، وسيظل حصن مصر رجال القوات المسلحه الشرفاء حافظين حدودنا وحافظين الوطن. ومصر بقول لحضرتك امنه وبظل شعبها وظل ناسها واهلها طيبين، ومحافظه مطروح المحافظه حدوديه محفوظه بالعواقل والشيوخ والقبائل. واحنا بنتعاون معهم في التنسيق، يعني لكن هم هي محفوظه ناسها شرفاء، ناس وطنيين، ناس مخلصين بيحبوا مصر. اخبار المصيف ايه يا فندم؟ مصيف الناس الناس كلها تنور وعلى استعداد تام لاستقبال كافه المصطفين سواء السياحه المصريين او الناس الداخليه او الخارجيه، مستعدين لاستقبال كافه المصطفين. السيد المحافظ قايم بجهد ملحوظ، جميع على الساحل الشمالي الطرق عندنا خمس طرق، توجيهات السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخليه ان احنا نسيطر على الطرق لحد من نزيف الاسفلت. في موضوع اكمنه وكمائن واقوال ثابته ومتحركه في حضرتك، في ضبط السرعات بالتنسيق مع الاداره العامه للمرور. جميع الطرق ان شاء الله امنه ومسيطرين عليها ومستعدين لاستقبال موسم طيب ان شاء الله، وكل سنه وحضرتك طيب. انا بشكرك سياده اللي هو مختار السيد مدير امن مطروح، بشكرك شكرا جزيلا للمجهود اللي بيتبذل بصراحه.